يا رب معه حين يحمل ذلك اللواء. وإذا ناداني المنادي بأمرك ونادى كل منا باسمه ليقم فلان للعرض على الله، ووقف كل منا وحيدا فريدا بين يديك، وخاطبت كل منا وقلت عبدي أتذكر ليلة كذا يوم كذا، حين أغلقت الأبواب واستترت من أعين الخلق ولم تستحي من نظري إليك، فواجهتني بالمعاصي عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ وعزتك وجلالك لست أهون الناظرين. كيف أنت رب العالمين؟ كيف أنت سيدي وخالقي؟ غلبتني نفسي، غلبتني شهوتي، لكن لست أهون الناظرين. يا رب إذا وقفت هذا الموقف، وقف كل منا هذا الموقف، فنسألك أن يكون موقف الأحباب بين يدي رب الأرباب الكريم الوهاب، ليكون الجواب: أولست قد تبت علي وأنا في الدنيا. من الليلة يا رب حل عقدة الإسراء فتقول: نعم قد تبت عليك. فيخطر في قلبي أني قد فضحت أمام الناس، فتقول: عبدي لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة، لقد مسحتها من صحيفة سيئاتك وأبدلتها حسنات، أنسيتها الكتب الذين كتبوها، وأنسيتها مصعد عملك من الأرض ومكان من إلى السماء ومكانه في الأرض. ثم ينادي منادي: لقد سعد فلان ابن فلانة سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أسمعنا اللهم هذا النداء، لا تجعلنا من أهل الشقاوة يا رب. إذا وقفنا على الصراط فمع سيدنا محمد يا رب. عندما يجتاد الصراط أسرع من البرق، فإذا وردنا على الحوض الله الله الله، وحبيبي في صدر الحوض يسقي، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أزكى من المسك. وهناك من يرتوي بعذوبة الماء وصفائه، وهناك من يرتوي بعذوبة اليد التي تسقي. يا رب عذوبة اليد التي تسقي. وإذا وقف على أبواب الجنة وحرك حلقها، فقيل: من قال محمد؟ فقيل: بك أمرنا ألا نفتحها لأحد من قبلك، فتفتح يا رب معه. أعمالنا لا تجعلنا أهلا لذلك، لكن قذفت في القلوب محبة، قليب فيه محبة على ما فيه، وهو حبيبي قال: المرء مع من أحب. يا رب حققنا بالمحبة تحققا يورثنا حقائق المعية، حتى ندخل معه الجنة ونسكن في جواره، ونشهد معه أنوار سادتنا من أحبابك الأنبياء، نلقى أبانا آدم، نلقى سيدنا نوح، نلقى سيدنا إبراهيم، نلقى سيدنا موسى، نلقى سيدنا السيد المسيح عيسى عليهم السلام، نلقى أحبابك في تلكم الدار، وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم. الله الله الله، ألذ ملذات الجنة يا رب. إذا تفاوتت مراتب الناس في التلذذ بالنظر إلى نورك، أسألك سؤالا لست بأحد له لكن كرمك أحي، أسألك أن أنظر إلى سبحات نور وجهك بمنظار سيدنا محمد. اللهم هذا المطلب وأنت الرب، أهلنا لذلك وإن لم نكن لذلك أهلا، بغير سابقة امتحان ولا أذى. اجعلنا من عبادك الذين تحييهم وتميتهم على العافية، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائق متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.